بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في مجموعة الفيديوهات اللي هنشوفها هنستعرض مع بعض منتج الصادر والوارد والأرشيف الإلكترونية، أو بعض الناس بتسميه نظام الاتصالات الإدارية. الحقيقة النظام أولا مبني على أوراكل إي دي إف تكنولوجي 12C، أحدث فيرجن موجود. بنستخدم يعني أوراكل داتابيز، ونكون يعني في سبورت لأكتر من داتابيز موجود زي ماي سيكوال او دي بي 2 سيكوال سيرفر وماي سيكوال، كل دول سبورتد بالنسبه لنا. طيب احنا بنبدا في عمليه شرح النظام. هنستعرض اهم الوظائف اللي موجوده والامكانيات المميزه في النظام. اولا زي ما احنا شايفين يعني الشكل العام للسيستم هو شكل ويب. طبعا بنقدر نكستمايز التمبلت على حسب كل كاستمر، بنحط له طبعا السيم والشعار الخاص بيه هو. طيب عملية الدخول هنا فيها حل من اتنين، يا اما ان انا بعمل اوثنتيكيشن من الاكتف دايركتوري عشان احقق السنجل ساين اون، يبقى اليوزر نيم والباسورد اللي هتكتبهم هنا هما الخاصين بالاكتف دايركتوري، او ان نعمل اوثنتيكيشن من الداتابيس تيبل بطريقة عادية، سواء كده او كده الاتنين مدعمين في النظام دون اعادة الكتابة أو عمل أي نوع من أنواع البرمجة. فأنا هنا هعمل عملية الدخول. أول ما بدخل على النظام، النظام بيطلع لي داشبورد فيها يعني مجموعة من الإحصائيات والجرافس. الحقيقة الداشبورد بتحدد هنا يعني كل الإحصائيات اللي تمت في السيستم، فبالتالي هي ملخص كامل لكل ما حدث في النظام. انا هنا عندي امكانيه ان انا افلتر بالجهه اللي انا ليا صلاحيه عليها، وزي ما هنشوف ان في النظام ممكن اعرف اكتر من جهه ليا صلاحيه عليها من غير ما اضطر ان انا اعمل اعاده الدخول، فبالتالي اسم الجهه الحاليه ظاهر عندي هنا في الانفورميشن بار عشان اعرف انا تبع اي جهه في الوقت الحالي. دي الفتره اللي انا عايز افلتر فيها البيانات عشان اطلع عليها. ممكن اكتب يدويا التاريخ، عندنا طبعا دعم للهجري والميلادي. فهنا احنا بنقدر نطلع الوارد المستلم خلال الفترة، كم صادر داخلي، كم صادر خارجي، كم أصل معاملة مستعارة، التأخيرات، كم إحالة متأخرة، كم واحدة أو شكت على التأخير، كم معاملة متأخرة بالفعل، المهام، كم معاملة تنتظر التوزيع، كم تنتظر التوريد، وكم تنتظر تأكيد الإغلاق. وفي صندوق المهام إحصائية كاملة للمهام الموجودة عندي، الإجمالي المعاملات كم منهم مغلق، كم منتهي، كم تحت الإجراء، كم عملت له عملية القراءة. لو نلاحظ هنا إن أي لينك من دول أو أي إحصائية من دول عبارة عن لينك، لما أضغط عليها بيجيب لي البيانات في هذا الجدول، بحيث إن أنا ممكن أعمل عملية متابعة، ممكن أعمل تعديل، ممكن أعمل عرض البيانات كاملة. يعني لو ضغطت العرض يطلع لي كافة المعلومات عن المعاملة. التدقيق اللي هو الأوديتنج يجيب لي إيه اللي حصل على المعاملة دي بالظبط، من عملية الإدخال، مين اللي دخلها في الحقل الفلاني، مين عمل تعديل، مين عمل إدخال للمعلومات. طبعا ده بيعتمد على حسب الصلاحية المتاحة للمستخدم، هل من حقه يعدل ولا لا. طيب هنا يعني استعرضنا بشكل سريع عملية الدخول للنظام. عايزين نبتدي نمسك الوظائف الأساسية في النظام ونبتدي إن إحنا نشوف الإجراءات المتبعة في النظام.